مرحبا يا حبايبي يا حلوين، اليوم بدي اعمل لكم مشروب ساخن وهو كتير لذيذ بالشتوية ودافي شتوي وبذكرنا بأيام الطفولة اللي هو السحلب. وهذا السحلب طلبته مني متابعة من متابعاتي، وجه لها تحية شام. أنا رح أعمله اليوم، ولكن رح أعمله بطريقة رح أستخدم فيه بودرة السحلب ومش النشا. اللي بده يستخدم نشا، بس أنا طالعة اليوم أحكي عن بودرة السحلب لا عشان فوائدها وقديه هي ممكن تكون للناس الكيتو. أنا بوجه أو بناشد أخصائي التغذية، إذا هاي بودرة السحلب بتناسب حمية الكيتو، لأنه إذا عملناها بالكريمة والمحلي الصناعي أنا بتوقع إنه بتزبط، لأنه أنا بحثت عن بودرة السحلب ولقيت ما فيها نشويات، هي من نبتة الأوركيدا أو الأوركيد، هي نبتة من نبات الزينة، بتقدروا تفتحوا وتتفرجوا عليها، هي لها وردات حلوين بتزهر، نبتة معمرة. هم بياخدوا الجذور، سبحان الله كيف اكتشفوا انه هاي الجذور بتنفع ينعمل فيها مادة او بودرة السحلب. هو هذه بودرة السحلب هي صحية نباتية مليانة بروتينات ومعادن ومضادات أكسدة ومفيدة كتير كتير. بيستخدموها لفوائد لنمو الأطفال والمغص عند الأطفال ولمستحضرات التجميل، مفيدة كتير يا جماعة. إذا إحنا استخدمناها لمرضى السكري واللو كارب ومتبعي الحميات، فأنا رح أعمل منها عادي ورح أعمل منها كيتو. وخلينا نروح على طريقة العمل. هلا بدنا احنا السحلب كيف بنعمله؟ نفس الاشي، ما انا ما غيرت، خليني بس انا اعير قدامكم الاشياء احسن عشان انتو تشوفوها. هلا السحلب يا جماعة بده حليب، السحلب بده ايش؟ حبيب حليب. هلا بدي اعمل انا 4 اكواب من الحليب، هيني بدي أعيرهم قدامكم. هاي أكواب معيارية أو نفس حجم الكوب المعياري، هاي 3 وهاي 4. ممكن نكمله بالمي، ما كمل معي، بكمل شوية منه معه بالمي. 4 أكواب طلعوا من الأكواب المعيارية. خلينا شو بدهم، 4 معالق يا جماعة مطنطرين من السكر، 4 هيك يعني، يعني 1 2 3 وهي 4. اوكي شو بدهم كمان؟ بدهم 0.5 معلقة من الفانيلا، وهي اختياري ممكن تستغنوا عنها لاني انا راح احط مستكة. بدنا لإلها 1 معلقة كبيرة من بودرة السحلب، شايفين 1 معلقة كبيرة من بودرة السحلب، وكله على البارد وحرارة شايفين بس 1 معلقة كبيرة والحليب حرارة المطبخ، ماشي. رشة خفيفة من 0.25 معلقة يعني من الملح بين أصابعكم. شو كمان بدنا؟ بدنا كريمة خفق 2 معلقة كبار، إذا بدكم أنتو تحطوا لكل كوب 1 معلقة خفق، هاي أنا بفرجيكم بالمعلقة، بتقدروا تحطوا 4 معالق كبار للـ4 أكواب من الحليب، بتقدروا تحطوا لهم 4 من بودرة الخفق، بودرة الخفق اللي هي تبعت الحلويات، أما الكيتو بنحط لها بودرة الطبخ، هاي بودرة الخفق بتقدروا تحطوا لها بس بتخففوا سكر. بدل شو في عندي عند الطبخ؟ بدل عندي الماء الزهر والمستكة مع 1 معلقة صغيرة من 1 معلقة صغيرة من السكر، بنطحن المستكة وبنحطها بالآخر، وهاي هي المستكة يا حبايبي. وأنا ما بحب لا تستخدموا لا سائل ولا أي إشي، ما في أزكى من المستكة الحقيقية. خلينا نروح على الطبخ. وهلا يا حبايبي حركت أنا المكونات، نسيت احكي لكم على البارد، اول اشي حركتهم بعدين هني حطيتهم على الغاز، رح اعلي بس شوي صغيرة يكون على نار وسط.
وبنطبخ يا جماعة شايفين بيعمل فورا كبتيل، بس احنا بدنا نضل ايدنا فيه ونضل نحرك، وهذا السحلب عادي احنا منزينه بس نخلص بالقرفة وجوز الهند. انا كتير بحب القرفة وجوز الهند، بذكرني بايام المدرسة لما كانوا يبيعوه على ابواب المدارس سحلب سخن، وانا حكيت هذا الموضوع بالرز والحليب، يعني هاي انا بحسها من ايام الطفولة وايام الذكريات الزمن الجميل. هلا انا بدي احرك بس وراح اطفي الكاميرا وارجع لكم يا حبايبي لبين ما ترتفع درجة حرارته، لانه بياخد وقت والدنيا برد. وهيك يا حبايبي بعد 10 دقايق بس غلي السحلب، هلا بنحط عليه المستكة بعد ما دقيتها مع معلقة صغيرة من السكر، وبعدين بنحط الماء الزهر ومنطفي عنه. واللي ما بده من مادة السحلب، انا بحكي لكم هديك المادة نشوية، يعني هذا لما بتعملوه يعني لو اكلتوا منه ما بتخافوا من السمنة، يعني ما فيه سعرات حرارية، وخصوصا اذا بتعملوه حتى هذا بالحليب اللي مش متبعين الكيتو الانظمة الثانية، بحطوا محلي صناعي فما رح يعطيكم سعرات حرارية كتير عالية زي اللي بالنشا. اذا بدكم اللي بالنشا لكل كوب من الحليب بده معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من النشا، بتذوبوهم وتحطوهم على الغاز مع الحليب وبتطبخوهم، بتحطوا المنكهات اللي انتو بدكم اياها. انا بدي احكي كمان معلومة، اللي بده السحلة بضل سخن بامكانكم تعملوا كمية، واللي بده بيرجع بسخنه على الميكروويف. بس يا جماعة بقبق برجع لكم. وهيك خلص سحلبنا يا حبايبي يا حلوين، السحلب هيو مسك، وراح احطه انا بالغلاية. هاي حضرت كاساتي راح احط بالمفرزين زي هيك عشان تميزوهم، عملوا الشكلين، المفرز راح احط فيه العادي، وهنا الملس اللي بدون زخرفة راح احط فيه الكيتو، وبتتزين بحكيت لكم بزينات اللي بدكم اياها والاشياء اللي بتحبوها من المكسرات. خليني اصبه بالكاسات وارجع لكم يا حبايبي يا حلوين. وهلا يا حبايبي هاي انا سكبتهم، وبتقدروا تزينوهم بالقرفة، ما رح انا احط على كل الكاسات قرفة، طبعا هو اذكى اشي السحلب بالقرفة. بعدها بتحطوا، رح ازين انا 2 بجوز الهند والقرفة اللي بتحبوه. في عنا هنا فستق حلبي وجوز ولوز. انا رح اخلي المكسرات قدام اولادي، واللي بده بيحط الاشياء اللي بحبها، وهي زبيب، وكمان بتقدروا تطلعوا اللوز. خلينا نروح نعمل سحلب الكيتو. وهلا يا حبايبي اول مكون من مكونات السحلب الكيتوني اللي هي الكريمة، هاي كريمة الطبخ، انتبهوا لما انا احكي هيها. اول اشي بنحط كوب، ان شاء الله كله رح ينزل، المقادير كلها رح تنزل ان شاء الله، وكوب من المقابلها كوب من الماء بدي احطه هون عشان اخذ كل الكريمة اللي بالكاسة، لانه الكريمة كثيفة فبتضل عالقة كتير كمية بالكاسة. وهيك وهلا بنمشي عادي زي ما مشينا بالمقادير الثانية، بس هون لانه في عندي انا كوبين تقريبا، اللي هو كوب الماء مع كوب الكريمة، بدي احط لهم مش معلقة كبيرة من السحلب، بودرة السحلب، معلقة صغيرة، هاي معلقة بودرة السحلب. شو في عندي كمان؟ في عندي ملح، رشة كمان خفيفة، ثمن معلقة يعني هيك بين اصابعك. المحلي الصناعي بنحط للكوبين معلقة كبيرة من المحلي الصناعي، وانا بحكي حركوا وذوقوا، لانه كل من محلي لمحلي باختلاف الطعمة. انا حطيت معلقة كبيرة، وهلا بشوف اذا بده ولا لا. بضل عنا المستكة والفانيلا السائلة، لازم فانيلا سائلة للكيتو، وهيك بتكون شو اسمه المكونات خلص جاهزة، اسهل من ما انا طولت، لاني بدي اشرح لكم عن جد، لانه هذا اذا عن جد هو بروتين وما في اشي، هو اختراع. وشوفوا انا قديش حطيت، يعني شوفوا انا قديش حطيت على كوبين بيعملوا كمية منيحة من
بيعملوا كمية منيحة. وفي مازهر يا حبايبي نسيت أحكي لكم كمان، كمية منيحة من السحلب، وانتي بتكوني أكلتي مع أولادك أو تسليتي على السهرة وما شعرتي بالذنب، انتي أكلة أكل صحي أو شراب صحي ساخن بتقدري كل يوم تتناوليه منه، انتي بتستفيدي كالسيوم من هشاشة العظام، حتى هو فيه فوائد السحلب. فيعني احنا مليان مضادات أكسدة ومعادن وبروتين، فإحنا شو بدنا أكتر من هيك. وحكيت لكم أنا التسخين بصير على الميكروويف، كل إذا أولادك خلي المكسرات والمواد اللي بزينوا فيها في علب قريبة منهم ويسخنوا على الميكروويف نص دقيقة يا دوب أو حسب حجم الفنجان، ويرشوا عليه المكسرات ويتناولوه ساخن كأنه هلأ أنت عاملتيه. وهاي هي كل أسرار السحلب. خليني بس أطفي لبين ما شوية يبلش يغلي عشان نحط عليه الباقي المنكهات. وهلا يا حبايبي قرب يبقبق، خليني أحط المستكة، يعني لازم نحطها قبل شوية بمرحلة، دقيتها والفانيلا يا دوب وماء الزهر معلقة صغيرة كمان كله مع بعض عشان لما يبقبق. ولا تنسوني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكلوا على الانستغرام وعلى تيك توك وصفحتي مطبخ مريامة يا حبايبي يا حلوين. هاي بلش يسمك معنا الخليط، الطنجرة كبيرة على الخليط، فأنا موطي النار كتير على الهادي عشان ما يحترق الأطراف، وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم، إن شاء الله يكون شرحي واضح ووافي. أنا عملته قبل هالمرة كمان المهلبية الكيتو، عملتها على قناتي بالجيلاتين، بس هاي فورا بتاكلي منها، الجيلاتين بدك تستني ليجمد، وهون الفرق أو هون الإشي الحلو. شايفين هاي هي وصفتنا، هيها بلش يسمك. أول إشي كله بنحركه على البارد وبعدين على الغاز، نفس النشا بس هذا كمية السحلب كتير قليلة، يعني لو انه نشا بدنا للكوب معلقة كبيرة مطنطرة من النشا. خليني بس لبين ما يبقبق. وانا نسيت افرجيكم مادة السحلب بشكلها، انا جبتها من عند العطار، يعني اشتريت بدينارين يمكن 150 جرام او هيك اشي، فهي زي ما تحكوا هيك كأنها اشي خفيف، يعني ملمسه خفيف زي بتحسوه بده يطير، هذا هو ملمس البودرة. ما بعرف اذا هو بيجي مغلف، بس انا اخدته بالكيلو يعني من عند العطار عشان افرجيكم اياه. وانتبهوا من الغش، يعني انتبهوا انه انتو تاخدوه من مصدر موثوق فيه. وعن جد هاي خلص بلشت تبقبق، انا رح اسكبها بالكاسات اللي مش مفرزة وارجع لكم على طاولة العرض. هي احلى وألذ سحلب عادي وكيتو من ألذ وأدفى الوصفات الشتوية يا حبايبي يا حلوين، وفي أيام الطفولة الحلوة من مطبخ مريامة. حبايب قلبي وباي باي.